الآن أنا بدي أدخل على كمان تم اختيارك كسفير، وسفير يعني أنا إذا بدي أحكي مظبوط هو سفير لمركز مناظرات في قطر. صحيح مظبوط مظبوط. هذا المركز يعني موجود في الأردن على ما أعتقد. هو أنا كسفيره في الأردن، كسفيره أما هو في المركز الأردن. في الدوحة. في الدوحة. هلا خلينا بس ناخذ فكره يعني انه كيف انك تكون سفير للمناظرات، وما هي المعايير اللي تم اختيارك لانك تكون سفير للمناظرات في قطر في مكتب يعني مكتب الاردن. المركز بنظم كل سنه بطوله دوليه من مختلف دول العالم، يعني كل بطوله تقريبا يشارك فيها 60 دوله او حتى اكثر احيانا، بعضهم غير ناطق باللغه العربيه ولكن يحاول ان يتحدث اللغه العربيه. هذا المركز شاركت فيه ببدايه كمتناظر بفريق الجامعه الاردنيه بمثل المملكة الأردنية الهاشمية في البطولة، وتمكنا من حصد المركز الثالث على مستوى العالم في المناظرات باللغة العربية من هذا المركز. وبعدها كمان بعام كان في فريق من مدارس الأردن مشارك وحصل المركز الثاني كمان، فبالتالي تجربة الأردن مميزة وشباب الأردن قادرين على أنهم يتركوا بصمات على الرغم من أنه هذا الفن لربما غير متجذر في المناهج أو حتى في المؤسسات التعليمية أو في المؤسسات الشبابية، ولكن على الرغم من أنه التجربة الأولى ولكن نحقق يعني مراتب وبصمات واضحة. فيما بعد تواصلنا مع المركز والمركز أيضا تواصل معنا، لأنه إحنا في الجامعة الأردنية نقلنا التجربة ونظمنا أكثر من بطولة وأكثر من نشاط في مجال المناظرات. أعجبوا جدا بالتجربة الأردنية وبالشباب الأردنيين اللي لهم بصمة دائما مميزة وين ما يروحوا بالعالم. تواصلوا معنا واستدعوني كحكم في بطولة المدارس العام الماضي، وتفاجأت أثناء الحفل بأنه يتم تكريمي كسفير للمركز في الأردن. لازلت تحمل هذا اللقب؟ لازلت طبعا، يعني صارت تقريبا شهور يعني مش بعيد. أعطاك هذا اللقب شيء؟ أعطاك دافع يعني شاب في عمرك في مرحلة البكالوريوس لازلت مش سهل كمان أنه كمان أنت تدرب في قضية المناظرات وياخذوك؟ صحيح. يعني ايش حقق لك هذا اللقب؟ او يعني هو شيء معنوي للامانه، شيء جميل يعني دافع طيب ببعث انه مزيد من العمل، مزيد من انجاز في هذا المجال. احنا كل يوم بنمارس المناظرات في حياتنا، يعني انا لما اتحاور انا وصديق الي او انا شخص مختلف معه بالراي هي عباره عن مناظره مصغره في المنزل لما الابن يتحدث مع ابوه او يحاوره في قضيه معينه، هي مناظره. اذا حياتنا مكونه من مناظرات بسيطة، فبالتالي إذا أتقننا هذه المهارة ما بنلجأ للعنف، بنحاول نتفاهم مع الآخر، نتقبل الآخر. بيساعدني أنا أو يستفزني إني أبحث عن المعلومة، أحاول أوسع ثقافتي في مجالات معينة، لأنه في البطولات اللي خاصة في المناظرات يعني أحيانا تطرح قضايا لها دخل في السياسة، قضايا دخل في الاقتصاد، في الاجتماع، كان بدها خلفية ثقافية واسعة بالتأكيد، فهذا بيضطرك إنك تكون مطلع وقارئ. هذا جدا مهم. أهمية في المناظرات يعني ناخذك يعني ناخذ هذا الجواب من حضرتك بأنه قضية المناظرات قضية مش سهلة، القضية الحساسة فيها اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي المهارات التواصل والحوارات، هاي القضية اللي احنا بنفتقدها، ولذلك لا نتقبل الآخر، لا نتقبل رأي الآخر ويتحول إلى عنف. كيف وجدت يعني مجتمعنا شبابنا وعيهم في مهارات التواصل؟ احيانا احنا حتى بنواجه احيانا ضيوف على درجات عاليه من العلم لكن ما عندهم القدره على ايصال المعلومه او قضيه الحوار. كيف وجدت الوعي عند شبابنا في هذا الموضوع؟ صحيح. قدرات شبابنا، المهارات الاساسيه او بذور هاي المهارات موجوده لكن بحاجه لتنميتها، بحاجه للكشف عنها، وهذا ما بتم للاسف الا من خلال برامج، من خلال يعني احتكاك، من خلال بطولات، وهي قليله جدا. يعني للامانه بنطمح انه يكون في المراحل الدراسيه المدرسية اللي هي الابتدائية وكمان الجامعات متجذر هذا الفن وغيره من الفنون اللي بيكشف عن هاي المهارات المهمة جدا في انه الشاب بصير يتواصل مع اقرانه بطريقة مميزة، بصير يعبر عن فكرته بطريقة مميزة، بطريقة جاذبة او بطريقة لائقة حتى. زي ما حكيتي لانه الوصول الى عقدة بطريقة التعبير او التفاهم او تقبل الاخر بخلي في صدام بالنهاية، وهذا الشيء اللي احنا بدنا نكشف عنه. فيما المرحلة الثانية بعد
التدريب الأول يمكن أو اطلاع على هاي التجربة، بنوصل لمرحلة إنه هذول الشباب مميزين جدا. يعني إحنا فريق الجامعة الأردنية اللي طلع بالبطولة اللي نظمناها الأخيرة أخذ بطولة الجامعات الأردنية في المناظرات، فبالتالي في مواهب جميلة جدا، وحتى المشاركات خارجية. يعني أنا بتواصل مع شباب طلعوا على تونس، طلعوا على تركيا، طلعوا على بلاد مختلفة بشاركوا في المناظرات، وعادة يعني إذا مش المركز الأول الثاني أو الثالث يعني على أضعف تقدير، وعادة ما تكون البصمة كبيرة وكبيرة جدا من شبابنا. ماذا بعد؟ يعني إحنا بهمنا الطالب إنه حتى لو بعد ما تخرج يضل متواصل مع الجامعة. الآن كل هالنشاط والزخم داخل الجامعة من المناظرات، من معد ومقدم في إذاعة الجامعة، من كمان مجلس الطلبة وحققت فيه كثير من البصمات، من العمل التطوعي داخل حرم الجامعة وخارجه، في حال إن شاء الله، إن شاء الله أكيد على أبواب التخرج، الآن ماذا بعد؟ للأمانة ماذا بعد يعني سؤال صعب، لأنه ماذا بعد إحنا بوجهة نظرنا لازم يكون له أسس. أول أساس له اللي هو استمرارية، ثاني أساس اللي هو منح الأجيال القادمة هاي المهارات وهاي الفرص، والركن الثالث اللي هي المؤسسية. بنسعى للأمانة كشباب ناشط، ويمكن كون فرصة اتحاد الطلبة فتحت نوعا ما علاقات مع مختلف المسؤولين على مجال الشباب وقطاع الشباب، بنسعى إنه لملمة هاي المبادرات الجميلة، ولكنها نوعا ما المبعثرة. يعني احنا بنشوف كل يوم في مبادرات شبابية كثير، لكن بنفتقد لعامل مشترك بين هاي المبادرات، بنفتقد لموجه أو خط أساسي تمشي عليه هاي المبادرات على الخطوط الأساسية وطنية، تكون مؤسسة يعني تمشي على المدى البعيد. صحيح، هذا اللي بنطمح له، بنطمح انه نوعا ما قطاع الشباب يحظى بتنظيم اكبر، ترك بصمات اكان ذلك بأساسات تشريعية أو إدارية أو مؤسسية، حتى نقدر أنه نتعامل مع هذا المجال. يعني في المناظرات بنسعى أنه ننطلق للمدارس، يكون في ركن أساسي موجود في المدارس، في الجامعات، مكاتب في الجامعات، أو حتى مادة خاصة بفن المناظرات اختيارية وبطولات. يعني نحاول، ما زلنا في الخطوات الأولى لكن نحاول أن نستمر، وأهم شيء الأجيال القادمة. يعني الآن في طلاب قاعدين بيستلموا القيادة، كان في فريق النشامة بالجامعة الأردنية، شباب في مجال المناظرات قاعدين، اللي بيشارك أول مرة ثاني مرة بيرجع مدرب، بيرجع منظم، بنقلها لبيئته. فبالتالي إن شاء الله المستقبل دائما بنطمح أنه يكون أفضل، ويكون يعني دائما إيجابي. إحنا بنستبشر فيك الخير، هيك أنا متأملة. يعني كل هذا الاندفاع وهذا الحماس المدروس، يعني أنا اللي شايفه وأنا بعرفك على المستوى الشخصي، نستبشر إن شاء الله بمستقبل واعد إليك، ونتذكرها هاي الشيء أكيد إن شاء الله. التحديات على بلدنا كثير كبيرة، لازم نبادر، لازم نأخذ زمام المبادرة إن شاء الله. ثأر فرحات، أسعدت صباحنا، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك، شكرا لك ولتلفزيوننا الجميل ولأسرنا اللي موجودين فيها أكيد. يا هلا، أهلا وسهلا فيك.